هكذا هي الأم، لا تشبع حتى ترانا نأكل، ولا ترتاح إلا بعد أن ننام، ولا تفرح إلا إذا زالت عنا الأحزان. من مثل أمي؟ يرجى الانتباه، ستبدأ الرحلة بعد قليل. هكذا هي الأم، لا تشبع حتى ترانا نأكل، ولا ترتاح إلا بعد أن ننام، ولا تفرح إلا إذا زالت عنا الأحزان. من مثل أمي؟ من مثل أبي؟ من مثل أمي؟ كلمات حب نبعت من قلب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وعبارة فخر خطها قلمه في كتاب قصتي. واليوم في شهر الخير تحولت هذه الكلمات لمبادرة تقدير أمام العالم، حرص فيها سموه على تكريم أمهات إماراتيات قدموا تضحيات استثنائية وصنعوا إنجازات عظيمة. فريق العمل حرص على تنفيذ مبادرة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بطريقة إبداعية تليق بعطاء الأمهات، فصممنا استديو البرنامج على شكل رحلة افتراضية تحاكي مسيرة الحياة، يكون فيها الكرسي وسيلة تنقل، وتمثل فيها الغرف محطات تقدير، تستذكر الأم من خلالها لحظات وتسمع منها مشاعر وتشوف فيها ابتسامات، وبكذي تكون هالرحلة ذكرى خالدة في روحها وقلبها. واجهنا في تصميم وتنفيذ البرنامج تحديات كثيرة، أولها كان بناء استوديو تصوير كبير في فترة قياسية وإظهاره بشكل واقعي أمام الضيوف. الفكرة الإبداعية في تصميم الاستوديو واللي تعتبر الأولى من نوعها في المنطقة، احتجنا أن نبتكر لها تقنيات تحكم آلية، سواء للأبواب المخفية أو المنصة المتحركة بين الغرف وحتى منصة درع التكريم، وعملنا لها اختبارات متعددة بهدف ضمان عوامل السلامة والتأكد من مرونة التطبيق وتجنب الأخطاء عشان نحافظ على عنصر المفاجأة للضيوف. أما الجزئية الأصعب كانت في كيفية ربط جميع الغرف والتحكم بكل التقنيات من مكان واحد وفي وقت واحد، ولأن البرنامج قائم على ردة الفعل المباشرة حرصنا على إجراء المقابلات مع شخصيات متعددة وفي مناطق متفرقة من الإمارات من دون ما يعرفون ضيوفنا أي شيء عن هذا الموضوع.
الشخصية شفناها في البرنامج كانت عبارة عن مدرسة متكاملة أعطتنا دروس كثيرة. أم راشد كانت لنا رمز في المحبة واحتضان الجميع. شادية خصيف قدوتنا في عمل الخير والاهتمام بالغير. أم عبد الله شجعتنا على نقل العطاء من الأسرة إلى المجتمع. الوالدة آمنة أبهرتنا بحس المسؤولية وبذل المعروف. فاطمة الحمادي أكسبتنا ثقة في مواجهة واقع التحديات. سارة الريسي عززت مفهومنا في التضحية بالقول والفعل. عايشة سعيد شجعتنا على الكفاح وتحويل الألم إلى أمل. ماما ثريا علمتنا الإبداع في أصعب الظروف. نورة الحسني نموذج لنا في تحقيق الذات والوفاء بالعهد. سهام الرشيدي ألهمتنا للتمسك بالطموح وحصد الإنجاز. أم منصور قدمت لنا مثل في صناعة الأبناء المتفوقين. من مثل أمي؟ هذه كانت نماذج ملهمة من مجتمعنا العظيم، وبيوتنا كلها تسخر بأمهات قدموا أغلى التضحيات وصنعوا أحلى الإنجازات. صعب الرد لهم جزء من الجميل، ولكن الجميل هو فخرنا فيهم، وأكيد كل واحد فينا يحق له يقول من مثل أمي. هذا الأب العظيم الشيخ محمد بن راشد، مساعدة الشيخ محمد بن زايد الله يطول عمره. الشيخ محمد ما قصر، جزاه الله خير، وأشكر رئيس الدولة الشيخ محمد بن زايد الله يطول في عمره ويوفقه إن شاء الله. مجهود تشكرون عليه في دقة في العمل، في دقة في الأداء، في التنظيم، في كل حركة صارت، بحركة الكرسي، بوقفة الناس، كل شيء، يعني الخطة كانت مدروسة نجحت فيها. شكر جزيل الشكر، لو أقول لكم كلمة شكر ما توفي حقكم كل الاستاف الموجودين القائمين على هذا الحفل، على هذا التكريم، على شكر يعجز اللسان عنه. يعني فعلا عمل جبار، تفكير، إبداع يعجز اللسان. أشكركم على الإبداع، صراحة إبداع إبداع يعني ما أقدر أوصفه. من دخولي للمكان لين ما أنا خدت التكريم الدرع، صراحة شغلكم كان إبداع في إبداع والله. تكريم الأم شيء عظيم، وشكرا لكم، ويعني صراحة فكرة إبداعية جميلة جدا. لو وفيت كم ما وفيت أمي عطاها أكبر، حتى لو بروحي فديت بابتسامتها تقويني، وبدعاها لي تطمني وتحويني، وبرضاها يكتمل فيني الرضا جنة وتكفيني. نبرة الرحمة تناديني عساك بخير، تسألني وتحس فيني، 9 أشهر عشتنا فيها وباقي عمري عايشة فيني. من مثلها يا عرب.